إن بطولة كأس الأمم الأفريقية بالأساس هي ملف كل الدولة المصرية، المواطنين والمؤسسات، الجهة المعنية بالتنفيذ، اللجنة المنظمة، كل القائمين على هذا الحدث هي كل مصر. كأس الأمم الأفريقية عودة أفريقيا لأحضان مصر بكل الجهد اللي بذل على مدار السنوات الماضية، رسالة بقوة في شتى المناحي الاقتصادية والسياحية والأمنية، وتأكيد على أن مصر قادرة بإذن الله على تنظيم هذا الحدث الكبير، ولأول مرة في تاريخي اللي بيضم 24 منتخب للعبة كرة القدم لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، كلها رسالة قوية بتؤكد على أن مصر بإذن الله قادرة بما تملكه من همم، بما تملكه من عزم، بما تملكه من قدرة بإذن الله على التحدي رغم كل الظروف الصعبة اللي بتحيط مصر. عملنا إيه؟ يعني عملنا إيه قبل ما نروح لميار ومصطفى؟ لا ده قصة. جهزنا إزاي؟ استعدينا إزاي؟ بدأنا إعداد من إمتى؟ قصة كبيرة، يمكن اللقطات البسيطة اللي حضرتك تفضلت والسادة المشاهدين شاهدوها، ده جهد ولا أبالغ مستمر على مدار الـ 24 ساعة يوميا منذ الإعداد لإطلاق قرعة كأس الأمم الإفريقية واللي شهدتها مصر في شهر إبريل. تلا ذلك وإن كان على التوازي طبعا الإعداد لإطلاق الموقع الإلكتروني اللي بيضم استمارة التقدم لكل شباب مصر والشباب المتطوع من الدول الأجنبية، ودي لأول مرة بيشهدها حدث رياضي كبير داخل مصر أن يكون عندنا متطوعين من دول أجنبية وإفريقية وعربية موجودين يا فندم. موجودين داخل العدد للقوة. كذلك يعني لما أطلقتوا الموقع الرسمي جالكوا قد ايه تقريبا الاستمارات؟ احنا بنقيس يا فندم الاستمارات كاملة الاستيفاء كاملة الاستيفاء وصحيحة الاستيفاء 5428 استمارة. المتردد على الموقع من استمارات غير كاملة او تركت لبعض من الوقت لانها بتفقد هويتها الكترونيا 77000 متردد بالضبط على الموقع. في هذه الأثناء طبعا منذ 21 إبريل حتى 26 إبريل ده كان مراجعة وتدقيق البيانات فيما يخص فرز الاستمارات للشباب المتقدم. طبعا ابتدينا يوم 27 مباشرة لجان المقابلات الشخصية اللي يعني من هذه المنصة الإعلامية أنا بوجه كل الشكر والتقدير للسادة أساتذة الجامعات المصرية الخاصة والحكومية اللي تفضلوا بالإسهام بوقتهم وجهدهم تطوعا في إنجاح هذه اللجان. هم اللي اختاروا؟ نعم يا فندم الأساتذة هم اللي اختاروا صحيح. وكذلك طبعا بالإضافة إلى أعضاء داخل كل اللجان من خبراء صقل المهارات وقياس المهارات للشباب. هذه اللجان كانت تعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء. مدار العمل في محافظة القاهرة لأبناء محافظة القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة كانت من يوم 27 وحتى 30 إبريل، يعني مباشرة بعد انتهاء الديدلاين أو الموعد النهائي للتقدم. وابتدينا في السويس يوم 1 مايو هو يوم الأجازة، كنا داخل محافظة السويس. مباشرة يوم 2 مايو كنا محافظة الإسماعيلية للجان الاختبارات، وتلا ذلك يوم 4 مايو ختاما بمحافظة الأسكندرية. هذه المحافظات ليس فقط أبناء المحافظات الحاضنة للمجموعات، ولكن هتشهد محافظات الإسماعيلية وإسكندرية والسويس ومحافظة القاهرة شباب من المحافظات المجاورة بتستضيفهم المحافظات الحاضنة لهذه المجموعات. طيب هنوقف هنا عشان نروح للدكتورة ميار كمان.